يحضر أسامة الحسين جلسة محاكمة للبت بدعوى قضائية تتعلق به، وذلك بعد افتتاح وزارة العدل التابعة للحكومة السورية المؤقتة مبنى العدلية الجديد في مدينة رأس العين شمال الحسكة لحل النزاعات وإبرام العقود القانونية وإصدار الأحكام بخصوص القضايا المدنية والجزائية للمدينة وريفها. ارتفعت علي دعوة بالنصب والاحتيال بعد حضوري أكثر من جلسة بالمحكمة، محكمة رأس العين، تضحت براءتي والحمد لله رب العالمين، ونشكر القضاء على وجود قضاة نزيهة ويعني وتظهر الحق. تتألف العدلية في رأس العين من عدة محاكم، وهي محكمة أحداث منفردة، ومحكمة صلح جزاء وبداية جزاء وبداية مدنية، إضافة لمحكمة صلح مدني والأحوال المدنية والنيابة العامة والتحقيق، كما يوجد كاتب بالعدل ومكاتب مختصة بالمحاكم المذكورة، وسط إقبال ضعيف نسبيا نظرا لحداثة افتتاحها، حيث يقدر عدد المراجعين بشكل يومي بـ20 مدنيا. تم إنشاء عدلية رأس العين منذ فترة بسيطة، ونحن على استعداد لاستقبال شكاوي المواطنين في أي وقت كان، وندعوهم في حال وقوع ضرر على حقوقهم بالتوجه إلينا، وإن شاء الله سنقوم بواجبنا على أكمل وجه. قضاة وكاتب بالعدل وموظفون مختصون يسعون جاهدين لتقديم الخدمات اللازمة للمدنيين، واضعين على عاتقهم أولوية تحقيق العدالة وإعادة المدنيين للجوء إلى القضاء في جميع الخلافات الشخصية وغيرها، لا سيما أن هناك تعاونا مع الشرطة الحرة عبر تنظيم ضبوطات وتقديمها للمحاكم المختصة في العدلية، كما أن هناك قسما للأدلة والبصمات الجنائية ومفرزة في المبنى. يهمنا جدا أنه الشعب الموجود على أرض رأس العين أنه يلجأ بشكاوي أو معاناته أو الأمور اللي هو يحس فيها أنه مظلوم أو مضطهد من أي شخص كان أو إلى آخره بدون ذكر أسماء، يلجأ إلى المحكمة المدنية اللي هي تمثل المدنيين بمنطقة رأس العين. محاولة من محاولات عديدة لإرجاع الخدمات الأساسية لرأس العين وتفعيل الدوائر الحكومية للحفاظ على الشكل المؤسساتي في المدينة عبر افتتاح العدلية والسجل المدني وغير ذلك من المؤسسات الحكومية.